بالرغم من قصة الحب الكبيرة اللي عاشتها أسيل عمران مع خالد الشاعر اللي كانت جوه كل بيت عربي، إلا إنهم انفصلوا أكتر من مرة عن بعض، وكل مرة يتفقوا على تصحيح أخطائهم ومشاكلهم الزوجية، بس بترجع ريما لعادتها القديمة ويرجعوا ناقر ونقير من جديد. تعالوا أقول لكم علاقتهم ببعض بدأت إزاي، وليه ما قدروش يكملوا مع بعض، وليه دخلت أسيل في حالة اكتئاب، وليه رفضت الزواج بعد انفصالها. خليكم معانا لآخر الفيديو. أسيل أحمد عمران اتولدت في القطيف بالمملكة العربية السعودية سنة 1989، واتنقلت بين مدارس مختلفة في مراحل تعليمها المختلفة بسبب تنقلها مع أسرتها في مدن السعودية بسبب عمل والدها في القوات المسلحة السعودية وشقيقتها الكبرى تبقى الإعلامية لوجين عمران. شاركت أسيل عمران في برامج الأطفال وهي صغيرة على قناة البحرين مع شقيقتها لوجين، وبعد ما خلصت دراستها الثانوية ما كملتش الدراسة وكانت مهتمة بمجال تصميم الأزياء، وقدرت تدخل الوسط الفني بسبب جمال صوتها، ولما كان عندها 16 سنة شاركت في برنامج اكتشاف المواهب نجوم الخليج اللي اتعرض على قناة نجوم سنة 2005، وبعدها بسنة شاركت في نفس البرنامج وقدرت توصل للمرحلة النهائية وجالها عرض مع شركة روتانا وأطلقت أول ألبوم ليها سنة 2007 بعنوان خجلانة، وبعد نجاحه دخلت مجال التمثيل. شاركت في مسلسلات منها أكون أولا، لو باقي ليلة، سر الهوى، وشاركت كمان في مسرحية الجميلة والوحش. وبعد إصدار ألبومها الثاني سنة 2008 استضافها المذيع البحريني خالد الشاعر في برنامجه وناسة، وبعد اللقاء أعجب بيها وطلب رقمها، وبعدها بقوا أصدقاء وتقابلوا أكتر من مرة، وقدر الشاعر يخطف قلبها بالرغم من صغر سنها اللي كان يدوب 18 سنة، وبعد فترة صغيرة طلب يتجوزها وتقدم لأهلها ووافقوا، وبعدها بسنتين شاركته في برنامج هي وهو على قناة MBC1 واتكلموا في البرنامج عن حياتهم سوا وطرق حل مشاكلهم الزوجية، وفي سنة 2012 انفصلوا عن بعض وحصل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وردوا على الجمهور وأكدوا إنهم في فترة راحة عشان يراجعوا أخطائهم، بس في الحقيقة هما كانوا ناقر ونقير ومحدش بيتراجع عن موقفه أو حتى بيعترف بغلطه. وفي الوقت ده ارتبط خالد ببنت تانية من خارج الوسط الفني وقال إنه حاسس براحة كبيرة معاها، وأسيل قالت إنها مبسوطة بعد الانفصال ومش عاوزة تكرر تجربة الارتباط من جديد لأنها ما كانتش بتستحمل عصبية خالد ولا صوته العالي. ورجعت أسيل وخالد الشاعر من جديد لبعض سنة 2014 بعد ما اتفقوا على إنهاء الخلافات اللي كانت بينهم، ووعدها خالد إنه هيقلل من عصبيته، وأعلنت أسيل حملها في طفلها الأول وكانت في قمة السعادة، بس فرحتها ما كملتش لأن الجنين حالته ما كانتش مستقرة داخل الرحم، ودخلت المستشفى ودخلت العمليات واضطروا يولدوها قبل ميعادها، واستمر الطفل اللي سمته الوليد على أجهزة القلب والرئتين، وبلغوهم الأطباء إنه لو عاش هيقضي حياته كلها مصاب بالشلل ومش هيكمل لسن العشرين، فقرروا يشيلوا الأجهزة عنه رحمة بيه وتوفى في الحال. وبعدها تعرضت لفترة اكتئاب وتعالجت عند أطباء نفسيين وانفصلت من جديد عن زوجها، بس اتفقوا على إنهم يفضلوا أصدقاء. وفي سنة 2018 اتجوز خالد الشاعر من الممثلة والإعلامية البحرينية نور خالد الشيخ، أما أسيل فهي عايشة ومقيمة في دبي ومستكملة نشاطها الفني وما بتفكرش في الزواج والارتباط من جديد لأن خالد هو حبها الأول والأخير في حياتها. بنتمنى كل التوفيق للفنانة أسيل عمران وكمان للمذيع خالد الشاعر.